لكم عاوتاني اليوم عندي لكم واحد الكاطو كاطو جبين. المهم تمنيت لكم وبغيت ندير لكم هذا النهار هذا فيه شويه ديال المواد زايدين ما تواخذونيش، ولكن غيطلع زوين ماشي غالي بزاف ولكن غيطلع على زوين. اول حاجه عندها هي بجيلاتين. دونك الجيلاتين هذه ولا كيتباع في كل مكان، هذه عندهم مالي الحلويات دابا ولا موجود هكا شي تو بودغ لا جيلاتين. غادي نكب عليه شويه ديال الماء باش يذوب ليا عاد باش نوجد شي باقه تقريبا 20 غرام درته هنايا نخليه يذوب هكا عاد غنبدا شي باقه. دونك عندي لا كريم فريش كريمه هي ديال الباتيسري تقريبا 400 غرام عندي غنطلعها دابا. وعندي هذا جبن نتي الجبن الابيض جبن طري وهذا ربع علبه تقريبا. عندي سكر لباني وعندي تقريبا 150 غرام هذا كاس ديال السكر، سكر هكا تول سكر حبيبات. عندي البيض عندي 4 البيضات بالحق غير البيض ديال البيض عندي 4 البيضات ديال البيض ديال البيض. وعندي هذا البسكويت اللي غنديرو من الفوق هذا البسكوت اللي طحنتو مزيان مع معلقه ديال الزبده معلقه ديال سمنه ولا الزبده كيما تقولوها ان كويغي ابيغ. دونك هذا البسكويت طحنتو بحال هكا باش نديرو هو تقريبا لتحت غنديرو هادو هما تقريبا المكونات. دابا غنطلع لاكريم فريش بسم الله وغنطلع البيض البيض عندي البيض البيض وغنطلع لاكريم فريش بسم الله على بركه الله. انا طلعت هذا هو تقريبا طلع غنزيد نصف لا مواتي ديال السكر هنايا ولا مواتي الاخر غنديرو في البلون دوف في الابيض البيض. دونك هذا نصف ديال الكاس ديال السكر في هاد لاكريم فريش والنص الثاني مع بياض البيض. اوكي بسم الله. إلا جاكم ناقص من الحلاوة كتزيدو شوية كنزيد معاها تا سكر فانيلا سكر فانيلا عندي سكر فانيلا داك لي دو ساشي جوج صافي هاكا هاهو تقريبا طلع باش نطلع غنطلع البيض البيض. هذا هو هاد الجبن اللي قلنا تيك الجبن الابيض فرماج فخي هو فرماج فخي غنحاول نخلطو ندوبو شي شويه مع هاد لاكخيم ناخد معلقه غادي نخلطو شويه هكا. الى جاكم السوس كتزيدوا شويه ديال السكر كل واحد على حسب الذوق ديال السكر اللي بغى. انا درت انا كنبغي السكر بزاف دونك درت غير شويه وانتم على حسب الذوق كل واحد كيف بغى. هذه هي باش نخلط هاد الجبن نحطو مزيان باش ما يجينيش كيعطي واحد البنه هو زوين. دوك غنجي بحال ان كاطو كلاصي مستان كاطو كلاصي غيجي ان كاطو كلاسي غنزيدو مع لاكخيم فخيش هكا غنحاول نحركو انا غيجيني مول صغير ولكن معليش ايوا غادي نزيد غنزيد مع غادي شويه مع سميتو الليكوز اللي درنا نزيد معاه شويه ديال لاكريم باش نخلط نخلط كلشي هاهو الليكوز نزيدو مع هذا هداك لاكريم
داك لافاني عطاه زوين وداك الجبن عطاه زوين. وعندي هنا بياض البيض، أربعة ديال بياض البيض، غنخلط بشوي بشوي هنا معاه ها ونزيدها عاوتاني شكون راه بزاف. هذا بياض البيض درنا فيه داك نص ديال السكر وصفر طبعا كتخليوه كتخليو ديرو بيجينواز الا ما بغيتوش ديرو داك البسكوي كي كديري البسكوي ديك ربعة ديال البيضات حتى هو كيجي سبيل. هنايا باش نسهل الامور ما بغيتش ندير في هذا لان هذا عمرات انا هنا عجبني بزاف الحقيقة عجبني الخير والبركة. انا درت معاه لافاني يمكن لكم ديروا اي حاجه بحال دابا زيت ديال السيترون ولا ديال الليمون ولا نسكافيه المهم اللي بغيتو. عندي هذا المول دهنتو بشويه ديال الزيت شي شويه هو اللي غنكبو ندير فيه هذا الخليط ديال شو نخلط مزيان باش ميبقاوش داك القبيقات ديال هانا وغنكب هذا حتى للراس خصني يجي بلا من الفوق غنديرو في الكونجيلاتور من الاحسن من الاحسن يبات باش عاد نديرو لاغدي الكلاصاج باش بافيغ يبات باش عاد غنديرو الكلاصاج من الفوق منضيعوش. نجي نقاد بزاف كاع خاشي خارج هنا معليش هادي غنحطو غادي يتقاد خاصو يجي نيشان غنديرو من الفوق هذاك البسكوي غنديرو من الفوق باش غيجيني بسكوي ونحاول ما امكن ما يهبطلياش بحال ان باط صافي نسالي ونديرو في الكونجيلاتور. دونك غندير هكا غندير البسكوي من الفوق غيجي هكا ونديرو في الكونجيلاتور نلقاو من بعد. الكاطو ديالي هاهو كيفاه جا الكاطو ديالي كلاصي هاهو جا زوين ما جاش ليس جا فيه داك بحال تلج وخليته عجبني قلت انا خليه جاني مزيان دابا غنكب عليه كلاصاج غنحاول ما امكن ندير بسم الله اوب 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 غنكب عليه كلاصاج اللي درنا
Ça chérie, je suis. ما كندير واحد الكاطو بارد كيجي زوين كيجي حسن من الكاطو ديالي رائع رائع جدا فوالا من كاطو كدا هكا وغنهزو غنديرو فيه غنديرو فيه هكا شوية هنايا نزيدو هكا هادشي هكا ليا بيض et voilà d'abord on dit au fer on dit au nez on dit au fer هذا كنخليه نيت كنستعملو من بعد وكنزوقو بالفرامبواز اللي بغيتو عندي هذه بيتي فرامبواز هكا غادي نزوق بهم وها هو الكاطو ديالي جا زوين مكلش واحد الله يعجبكم ها بصحه بالراحه باش يكون في الثلاجه اللي حنا كيذوب البلاصه ديالي غندير له هكا ندير له هكا دي باسيتو دي باسيتو باكي سي vaya porque si pones mucha cantidad se te va para abajo oh oh sí 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 ديالي و جا زوين برد خليته حتى يبرد هاد هاد كنديرو كيجي فيه داك كيشعل 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 كيجيكم الكاطو ديالي غوش جادور لو غوش انا تانا نورمالمون طوغو كنحمر كنحمر ديك كي غوش جادور شاك كليون وهادشي اللي طاح هنايا ما كت ما كتعاودو نجمعو كنعاود نجمعو كنخليه الثلاجة ملي كنبغي نعاود نصوبو كنعاود نسخنو شي شوية غير شوية وكيعاودي نعاود نصوبيه فوالا هادوك الفريزات عندي صافي من بعد غادي غنحيدو غنزوقو من بعد ونزوقو ب هادي ديالي نزوقو بهادو هاكا كنحيدو من هنايا ندير في البلاطو زوين وهنا عندي فريزات زوينين ها الكاطو ديالي افو انا نحيدو هذا نحيدو ندير في البلاطو وصافي نزيد غنحيدو من هنايا وغندير في البلاطو من فوق باش يتصوب وصافي وها حنا ها الكاطو ديالو فوالا نحيد هادشي كلو نصوب باي باي
الكاطو ديال كيفاش جا زويون، كنهديه كاع البنات والوليدات اللي مشاركين معايا في القناه ديالي، كنهدي لهم هذا الكاطو هادي، وبالصحه والراحه، صحتكم وراحتكم.